الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، اسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم دائما ونجدد لكم التحية من هذه الانطلاقات هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان ضوء الذي خصص لسن الفطامين. ونتوكل كما تعلمون دائما هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من القيادة الرشيدة، والجوائز من المركز الأول حتى المركز الثالث كما خصصت اللجنة العليا المنظمة هنا في هذا الميدان لهذا الصندوق. نتمنى أيها الإخوة التوفيق، نتمنى الناموس، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. ما هي إلا لحظات قليلة وسوف ينطلق شوطنا الأول، سوف تنطلق انطلاقه الأولى هنا من انطلاقات سن الفطامين. بسم الله على البركة أيها الإخوة، أعلنت اللجنة هنا في هذا الميدان، ميدان ضوء، عن انطلاقة شوطنا الرئيسي، شوط الإبكار، شوط افتتاحي أول بدايات هذا الموسم. شكرا دائما نقول لرئيس اللجنة العليا سعيد بن محمد بن حزيم. ها هي النتيجة ما شاء الله، ونستفتح إذاعتنا برموز لسعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة. النقلة على الصماء هي تأتي بثاني المراكز، سهيل بن خليفة بن حبيد الحميري، النقلة هناك على المركز دار شاهينية لراشد بن محمد بن إبراهيم، وفي المركز الرابع إسعاف سعيد بن حليز بن زال بن هاشمي. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة. رموز 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. شوطنا الأول ما شاء الله في أول انطلاقات هذا الموسم، سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة هو من يقدم الرموز. النقلة على الصماء هنا تأتي في ثاني المراكز، سهيل بن خليفة بن عبيد الحميري وصلب إبراهيم، مع هناك الشاهينية راشد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات الأخيرة، رموز أيها الإخوة، رموز أيها الجماهير، رموز أيها العشاق، هي المسيطرة. ولكن الشاهينية يا الشاهينية ما شاء الله تبارك الرحمن، راشد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، وسلام عليكم يا هالي الخوانيج. يسعد لي مساكم، مساء الفطامين في أول افتتاح هذا الموسم. تهانينا لمالك الشاهينية راشد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم مركز ثاني، سعيد بن أحمد بن سعيد رفيعة مركز ثالث، سهيل بن خليفة بن عبيد الحميري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، واستفتح هذا الموسم بالشاهينية مع الشوط الأول دقيقة 48 ثانية 24 جزء الثانية. تهانينا لك يا أبو أحمد على هذا المال الكريم وعلى هذا الموسم الجميل والمميز.